سمعت الصوت اللي سمعته ده؟ بوم آه بوم وسيلفر جنب بعض، بوم وسيلفر. نبدأ بالسلام عليكم شباب، معكم ميمة بمقطع جديد. اليوم عندنا كود ريد أسطوري، تابع المقطع للنهاية لأن فيه أحداث أسطورية. أتمنى إذا ما كنتش مشترك في القناة تشترك حتى نوصل 1000 مشترك في أسرع وقت، وإذا كنت مشترك ما تنساش تحط اللايك الجميل. ناخد الشارع وإحنا ماشيين كده بقى، نفرمه وندور في الماب على أي حد. شوف بقى أكبر بيس ونختار عشان ما نتعبش في بيس صغير في الاخر ما يطلعش في لوب. نشوف بيس كبير ونعمل له كود ريد اسهل، بس كود ريد ده مشكلته ان هو في احتمال 10,000 رقم، يعني انت بتجرب وانت حظك. بس ميزته ان انت ممكن بدل ما تفضل تلعب 3 4 ساعات تجمع فيهم شويه حاجات بسيطه، ممكن في خلال ساعه واحده تيجي معاك بص تبقى ملك السيرفر كله، ممكن درايد السيرفر كله لو انت عايز، انت وحظك على حسب اللوت اللي هيطلع لك. نلف كده ونجمع كلوس عشان احنا هنحتاج كمية بيت كبيرة. لفيت الماب كله ما لقيتش قلعة اكبر من القلعة دي، نجرب فيها واكيد يعني فيها 4 طحونات فوق. الباب فيها مش باب، فيها باب هنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وورا 4 اماكن، يعني نقدر نريد براحتنا من غير الكود ما يكفيش. بص بقى هفتح جنب هنا الاكواد من 0 لحد 9، بص 9999 واحنا وحظنا هيطلع امتى اللو. نبدا بقى بشويه اكواد كده سهله، نجرب مثلا 5 اصفاء، 1 2 3 4 5، ما فيش 4 اصفاء. تاب 1 1 1 برضو لا، 1 2 3 4 برضو لا. نحط بالذات الاول حوالي 10 فرغوهم في المنطقة هنا عشان نرزقهم بسرعة. لازم ما تكونش صفرة، لازم تكون زرقاء عشان التايمر بتاعها ما يتحسبش مع اللي هناك، يبقى كل واحدة بتايمر. قول كده كفاية، انا حوالي 10 اهو مات التايمر بتاعهم. واحدة تخلص نرزقهم في التانية، والتانية تخلص نرزقهم في اللي بعدها عشان يكون اسرع. نبدأ بقى نكمل اكوادري، شوف احنا حظنا هيطلع فين. جرب 0 0 1 0، مفيش 0 0 0 2، مفيش 0. الباب ده قفل، جاب 2 حمر. شايفين الجثث؟ يلا مش مشكلة. روح على الباب التاني، كده كده معانا 4 بيبان. باب اللي يقف نشتغل في باب تاني. سمعت الصوت اللي سمعته ده؟ بفتح باسورد 0055. بص قبل ما ندخل كده عشان نبقى على بر، اي حد بيتفرج على الفيديو حط اشتراك على طول عشان عايزين نوصل بقى 1000 مشترك. يلا حطيت لايك، مش هياخد بقى 10 ثواني هتكون حطيت لايك واشتراك في ثواني. 0055 راحة، فيش اي تريتات، فيش اي حاجة. ادخل 0055، اوعى الباسورد شغال. ادخل 0055، نقفل ورانا، نعمل انلوك، نغير الباسورد، خليه 0056. يلا
فين فين؟ زيرو زيرو خمسة ستة. أوه. عايزين نوصل للتسعين. خلاص تمام كده كده معانا الباسورد. زيرو زيرو خمسة خمسة. زيرو زيرو خمسة خمسة. ايه ده افران؟ خلينا ناحية الافران على طول. زيرو زيرو خمسة خمسة. افران الكترونية. احسن يكون في كما توقعت شوت جان بس شكلها فاضي. فاضي ده اللوت بس اللي لسه بره. حديق تفاح. احنا لسه بنقول يا هادي كمل. ده احنا شكلنا هنلاقي لوت قمة العظمة جوه. راح يا عم ادخل باجي خلينا نشوف. اطلع. مفيش اي تريتات. شوت جان مفيش. ايه الشكل الاسطوري ده؟ منظر قمة الروعة. طب ادخل منين منين؟ نبدأ بدأ. زيرو زيرو خمسة خمسة. افتح كده مفيش حاجة. زيرو زيرو خمسة خمسة. ارمو امو جان ميد. طب ابدأ بمين؟ خلينا في الجن كده. العب اوعى يا كيات. في روكي؟ مفيش روكي. اوعى. طب خش على الامو. يلا حلو مش مشكلة. ارمو فول جير. ايه ناخد هزمة احسن. خلي دو ميد. تمام. زيرو زيرو خمسة خمسة. حاجات الكهرباء. تمام. كلوس مفهوش. كلوس ده في فول جير. ده بقى فول جير حلو. فول جير لونه ابيض. استنى كان في بتاع هنا. هو فين اللي هي الخوذة؟ ايوه خلي ورا الهزمة. هنا فح. حبة فح. تول. بوم. بوم وسيلفر جنب بعض. بوم وسيلفر. نبدأ بالسيلفر. ايوه كده سطرين سيلفر. خش على اللي بعده. اوف على صف الروكتات. ميت اكسبلوزيف امو مفهوش. بعد ده ايه ده؟ خمس سفرات. 12 ساتشي. يفيه كومبونا. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ده انا حريت بالسفر كله. مش عايز حاجه تانية. ده كله من حوالي ساعتين بس بضيف اكواد. يعني لو انا كنت فضلت العب طول اليوم ما كنتش هجمع نص البوكس ده بس. ايه ده؟ فاضي فاضي. فوت ماشي. خشب. تمام. حديد. حديد. ستو. ايه ده؟ ايه اللوت العظمه دي؟ زيرو زيرو خمسه خمسه. عايز بقى ادور على التسي بسرعه اخدها واغير باسورد. اسمه سيمي هنا. فين بقى هي؟ فين 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 فين؟ كمل هنا. زيرو زيرو خمسة خمسة. لازم نلاقي التسين دي كلها ارمور دور. يعني لو غبت طول النهار كنت رايد فيه مش هعرف اي ترابات. اوف الحمد لله ان هي ما فيهاش مفيش هنا حاجة. زيرو زيرو خمسة خمسة. تسين فيه هنا مفيش حاجة. شكله كله هو نجل اللوت كله فوق.
0055 انلوك. اعمل كلير للبي سي، اعمل انلوك باسورد الجديد 0056 اس، اعمل ريموت. بيلدينج بلوك شكل فيه بتوع بره، ماشي مفيش مشكله. لا ده انا اللي نسيت اخد ال 90، عملت لك ليه؟ ايه ده؟ فوق كده انت مش عشان لقيت اللوت 0056 بس كده. انتر كود، دخل كل الكود ده، معلش 0055. ايه ده؟ ده عامل بتاع اوتوماتيك ياخد الحاجه من ايه ده، حط بيحط الحديد هنا. اما البوكس فين؟ فين ان انا احط الحاجه هنا، بوكس في اللي تحت باين، احط الحاجه هنا تخش هنا على الفرام تتصهر وتطلع فوق الحديد ده. يا صاحب البيت ده راجل محترم، انا بحبه. اهم حاجة تكون انت حطيت اشتراك عشان عايزين نوصل 1000 مشترك، ما تنساش دي. احلى بوكس، بوم، هو فعلا بوم، صفر وكتات، عايز ايه اكتر من كيبس؟ يبقى 5 صفرات. ده انا لو غبت العب فيهم عايز وايب كامل يومين ثلاثة عشان اعرف اجمع الحاجات دي في خلال ساعتين، ساعتين ونص، بتحط ارقام بس. جبت اللوت ده كله ببلاش وغيرت اللي هو الباسورد بتاع الكل، مش محتاج حاجة تاني كده. انا بجيب باش اريد، لو بص لو هطلع دلوقتي اريد السيرفر كله ما يزعلنيش في حاجة. شوف بقى اي قلعة ولا حاجة غيرتها. ايه ده؟ قاعدة بيت صغير مش حلو، عايز قلعة كده ولا اي حاجة. مفيش هنا قلعة، ايوه كده قلعة اهي. ايه ده؟ معهوش حاجة. حلوة القلعة دي، مش عايزين بس أي حد يجي علينا كاونتر، حتى لو جه كده كده معانا لوت ياما مش فارقة، احنا جايبين كل اللوت ده ببلاش. مش مشكلة نديهم شوية حديد، بس شكل الحديد ده فيك، خلينا بيبان أحسن. لو حد جه هيجي من هنا السكة دي عشان ال اسمه ايه الجاز ستيشن. بسرعة، مفيش اي جن، ادخل. حد جه؟ محدش جه. تي سي دي مفتوح لما تقول مفتوح. بسرعة ب لوك، فين لوك؟ لوك بس كده. خش بقى نتفرج على اللوك. خلاص كده الفيديو بتاع، بس نتأكد بس احسن يكون في حد دخل. في اي حد؟ في حد؟ مفيش حد. مفيش. شوف بقى ايه ده، ايه دي؟ عندي احط دي في السكة. رمية. ايه ده لسه متشالتش؟ يلا نعمليها يعني. تابعها. يلا. من كتر اللوت اللي معاي. يلا. فيها ايه؟ 402 سكراب. فرن فاضي. فرن ده فاضي. الله على التسي، ايه الحلاوة دي؟ كده كام؟ 685 سكراب. ده التسي فولي 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 كمان. لا ده انا محظوظ قوي النهارده. ايه ده؟ همبو فاير حلو. اتنين روكت سريع. اربعة اسمها مولوتوف. شوية طالب سبلوزي. عندي ساتشلين حلوين كمان.
يعني محتاج حاجة هنا تاني. لا خش ايه هذا التالج اللي هو الحركة. ايه تمام تمام في اي اسلحة تانية. 2 ساتشل كمان. لا البيت ده حلو. هنضرب الكمبونة. تجينا اي حاجة تانية ايه ده تيجي تراب. طيب ايه اخدك. لا بلاش يلا شوف غيرك يا سيدي. طب هاخد تنجه العزاب 431 هاي كواليتي لسه شايفها. ايه ده انا بقول انهي المقطع هنا عند التسيل الجميله دي. اتمنى يا شباب ان عجبك المقطع ما تنساش تخبط اللايك الجميل وتحط اشتراك عشان نوصل بقى ل 1000 مشترك. يلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.